السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. احاول على قد ما اقدر اعمل يعني اشوف المشكلة واعمل عنها فيديو، تمام؟ فانا بتصفح الجروب زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام؟ لقيت يعني واحد لسه نشر حتى من 11 دقيقة بيقول لك انا باجي اسطب ويندوز 7 او 8.1 بيظهر لي المشكله دي، عاوز ليها حل. طيب ممكن نفتح الصوره كده ونشوف. هنا زي ما انت شايف جايب لك يعني الرساله دي بيقول لك ان في اعدادات غلط في البايوس، يعني في اعدادات اتعملت غلط فعلا في البايوس، فلازم ان انت تعمل او ترجع الاعدادات الافتراضيه الخاصه بالبايوس. يعني انت دلوقتي هتطبق نفس الفكرة اللي انا هطبقها دلوقتي، خلاص المشكلة دي هتتحل، تمام؟ مشكلة ان يظهر لك رسالة زي دي فيها كلمة بايوس اثناء يعني تثبيت ويندوز، تمام؟ فتظهر لك بس كلمة بايوس في الاخر كده، تعرف ان دي مشكلة او يعني خطأ في اعدادات البايوس. فانا هقول لك ازاي ترجع اعدادات البايوس للاعدادات الافتراضيه بتاعته، تمام؟ تمام. يا ريت يا شباب يعني يعني لو انت بتستخدم ويندوز اسف لو انت بتستخدم كمبيوتر من نوع ديل او ايسر مثلا، فدايما بيكون البوت F12، تمام؟ وبتدخل لاعدادات البايوس طبعا من اخر اختيار، دايما بيكون اخر اختيار يدخلك لاعدادات البايوس. في اجهزة تانية في بداية فتح الكمبيوتر لو ضغطت على زرار ديليت بيدخلك برضو الاعدادات البايوس. في اجهزة تانية من الكمبيوتر في بداية فتح الكمبيوتر لو ضغطت على F2 بيدخلك برضو لاعدادات البايوس. يعني انت بتجرب بتشوف يعني في بداية فتح الكمبيوتر بتلاقي حاجة اسمها البوت، تمام؟ يعني بوت مينيو، بتضغط على الزرار اللي بيقولك مثلا عشان تدخل لاعدادات البوت فبتضغط على اف كذا، تمام؟ فانت بتضغط وبتختار اخر اختيار اللي هو بيكون انتر سيتنج او حاجة زي كده بيدخلك لاعدادات البوت. طبعا كل اللي احنا هنغيره في اعدادات البوت هو الديفولت، تمام؟ وهقول لكم تغيروه ازاي، فياريت يعني تركزوا معايا، الموضوع بسيط جدا. طبعا هضغط هنا على اختيار F12. طبعا بيكون في بعض الاجهزة اثناء فتح الكمبيوتر بيكون F12 F8 F9 F2، بيكون برضو بعض الاجهزة زرار ديليت زي ايسر، انا مع جهاز ايسر فبضغط في بداية فتح الكمبيوتر على زرار ديليت فبيفتح لي البايوس زي ما حضراتكم شايفين، تمام؟ تمام. كل اللي يهمنا يا شباب حاجة واحدة بس من الاعدادات، وهتلاقيها في قائمة البايوس لو عندك الشكل متغير، ايا كان قائمة البايوس عندك شكلها مختلف ولكن الاسم هيكون نفس الاسم وهو اسم ديفولت، تمام؟ اللي هو LED Default Settings، تمام؟ اللي هي الاختيار ده، تمام يا شباب؟ الاختيار اللي انت شايفه ده كلمة ديفولت هتبحث عنها هتلاقيها موجودة في اعدادات البايوس، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام يا شباب، هنضغط عليها انتر، تمام؟ بعد كده هنضغط على اوكي. مجرد انك تضغط على اوكي، تمام، هيبدأ يعمل اعادة تشغيل للكمبيوتر وتقدر تخش على البايوس مرة تانية وتظبط التاريخ، تمام؟ لان انت كده هتعمل رجوع للاعدادات الافتراضية الخاصة بالبايوس، تمام يا شباب؟ تمام تمام كده يا شباب، وبكده تكون المشكلة اللي عندك دي اتحلت، تمام؟ يعني هي مش مشكلة يعتبر، بس ده بيكون خطأ بس في الاعدادات. انت كده بالخطوة اللي احنا عملناها في البايوس دي انت كده رجعت او رجعت الاعدادات الافتراضية، يعني انت كده رجعت الاعدادات الافتراضية الخاصة بالبوت او البايوس، تمام؟
كده المشكلة دي خلاص اتحلت، انت تقدر تسطب ويندوز عادي بدون اي مشاكل.